الموضوع طبعا كان سيء، لان انا متعود انا كل يوم بتمرن، فانت اللي انت توقف تمرين او تقعد في البيت فتره طويله دي حاجه بقول لك ادمان. الوزاره والاتحاد ووادي دجله وبنك القاهره كل ده يعني وفروا لي ادوات او مع جيم جوه البيت اتمرن فيه. طبعا هو مش هيبقى مش هو مش احسن حاجه التمرين جوه البيت، بس طبعا انت بتعمل اقصى حاجه عندك، زي ما بقول لك بتعمل اقصى حاجه عندك عشان قدام ربنا ما يعني ما تحسش بتاثير، هو ده المتاح. فطبعا وفروا لي ادوات تدريب، كل ادوات تدريب سواء تريد ميل بساط عندي في البيت عشان اتمرن عليه ومستواي ما ينزلش. فده كان الحل الانسب يعني، والحمد لله يعني قدرنا نتغلب عليه. بعد الحمد لله الدنيا برده فتحت، الحمد لله طلعت معسكرات بره عشان طبعا المستوى يرجع زي الاول. والحمد لله انا شاركت في بطولتين، جبت ذهب في بطوله اسطنبول وبرونز في بطوله بريمير ليج البرتغال، واتاهلت الحمد لله الاولمبياد. الحمد لله يعني اول مره في تاريخ رياضه مصريه يبقى الوزاره يعني تدعم الابطال بالشكل ده. قبل كده ما كانش فيه دعم خالص، ولا كان فيه اي او دعم بشكل ما نستحقوش. الثلاث سنين اللي فاتوا بصراحه دعم غير طبيعي من دكتور اشرف صبحي، توفر لنا رعايات كسبونسرز تمام، سواء وادي دجله او بنك القاهره. بتكلم عن نفسي انا يعني، وفي ابطال كتيره عندها سبونسرز كتير، فده حاجه من الحاجات فعلا اللي احنا كنا منتظرينها خلال يعني كنا مستنيينها بقالنا كتير جدا، ما حصلتش اول مره تحصل. طبعا الحاجات دي بتخلي الواحد يعني يركز في تمرينه، ما يفكرش مثلا انا واحد عندي مثلا 26 سنه، المفروض كنت اتخرجت، انا ما اتخرجتش عشان خاطر الكاراتيه وخاطر فلما الاقي مثلا ما فيش اي عائد مادي او عائد مقابل مجهودي او مقابل للتعب او مقابل للحاجات الحياه اللي مثلا اللي انا مأخرها، فطبعا خلاص هسيب الكاراتيه واركز بقى في حياتي او في دراستي. لكن لما الاقي في عائد مادي وعائد ودعم معنوي ونفسي ولما مثلا اكسب اتكرم، دي حاجه تخليك تبص لقدام وتتشجع اكتر ان انت تجيب ميداليات اكتر وتحقق هدفك. فطبعا دي حاجه يعني تحسب لدكتور اشرف صبحي، واظن ما فيش وزير عملها. انا حضرت ثلاث وزراء، ما فيش وزير عمل اللي عمله دكتور اشرف يعني بصراحه. حته الرعايات دي مهمه جدا، ان انت اول حاجه بتوفرك مرتب، بيوفرك معسكراتك تدريب عشان تحسن مستواك، بيوفر لك اماكن تدريب، بيوفر لك لبس التدريب، كل حاجه انت كنت بتصرف على نفسك فيها او كنت انت يعني انت اللي محطوط وش المدفع، انت اللي بتجيب لنفسك الحاجه، انت اللي بتدفع نفسك معسكرات، انت اللي بتعمل كل ده. كل ده طبعا وادي دجله وفره، يخلي الواحد يركز في التمرين بس ويركز في الميداليه بمعنى صح. فدي حاجه بتريحك نفسيا، بتبعدك عن دي يعتبر المشاكل. انت لاعب، انت دورك اللي انت تلعب في الملعب وتكسب وتجيب الميداليه، تتمرن وتلعب في البطوله وتجيب ميداليه، ده دورك. مش دورك اللي انت تقعد بقى تدور على حاجات اداريه بمعنى اصح، كل دي حاجات اداريه او حاجات المفروض حد يعملها. طبعا يشكر عليها وطبعا وادي دجله على المجهود يعني المبذول معايا الفتره اللي فاتت. هو بص مش ماتش، هو كانت بطوله، هي بطوله البرتغال اللي فاتت، اللي هي اللي انا المفروض اكسب عشان اتاهل. فالبطوله دي طبعا زي ما قلت لك انا الواحد كان على اعصابه خلاص، هي واحد ناقص البطوله واتاجلت بقى، وطبعا كنت في فورمه كويسه وجات الكورونا وقعت يعني مستوى برده نزل، وانت ما تعرفش طبعا الالعاب التنافسيه لازم تبقى جوه البساطه على طول وتبقى بتشارك يعني بتلعب عشان تعرف انت مستواك فين، دي بالنسبه للالعاب التنافسيه. فطبعا كل ده وقف وهتلعب على طول بطوله مهمه، يعني كل ده وقف وخلاص الدنيا فتحت وهتلعب بقى بطوله مهمه. فانا مش عارف طبعا انا مستواي واقف فين، او انا عارف مستواي الحمد لله بتمرن وكل حاجه وبعمل اللي عليا، بس طبعا زي ما قلت لك لازم تتمرن، لازم
تلعب مع ناس وتلعب منافسات حقيقيه زيها زي البطوله. وطبعا لما تبقى غايب عن الملعب خاصه البطولات الدولي او بره مصر، لما تبقى غايب وتيجي تلعب الموضوع بيبقى لحد ما مختلف، حتى لو انت بطل ابطال العالم. هو الخبره بتفرق وكل حاجه بتفرق بس بنسب معينه، بس برضو بيبقى عليك لود انت بطل ولازم تتغلب على كل ده. فدي كانت من اصعب البطولات لان الواحد كان مضغوط. ان شاء الله خلص اجيب ده بالاولمبياد باذن الله. بعد كده عندي بعد شهرين عندنا بطوله عالم سيدات ورجال، يعني دي برضو ايفنت قوي جدا. ان شاء الله عايز اجيب اول عالم فردي وجماعي، دي محدش حققها، اللي هو يحقق فردي وجماعي مع بعض ذهب. وعندنا ان شاء الله تبقى في بطوله عالم اساتذه. عايز طبعا السي في بتاعي يتملي. اي لاعب طموح مش هيقف عند حته معينه سواء الاولمبياد. طبعا الاولمبياد دي اكبر ايفنت في العالم كله، بس طبعا الواحد عايز يبقى عنده سي في محترم او تاريخ مشرف بعد ان شاء الله ما يبطل، يعني الناس تفتكره وتقول فعلا ده كان بطل وده كان مؤثر جدا في اللعبه يعني.